أخبار اليوم. نبيل شندي من دمشق مركز المحله الكبرى. بنهنئ ونشرف اللي بالشار احمد الزين ان شرف بلدنا ومسك منصب ينفعنا ان شاء الله قدام. واحنا بنهنئ احلى تهنئتين. وربنا يبارك له ويحميه. طبعا ابننا واحنا معانا من صغرنا. راجل محترم. راجل محترم. وراجل كويس وراجل ابن ريف بقى محترم يعني. مفيش اي مشاكل من ابننا مع احمد. بيحب كل واحد ياخد حق ما بيمارسش حد عن حد. من النهار ما ربنا كرمه وتحين في شغله وهو ماشي في طريق الخير والعدل ما بيتحولش عن الحق ولا عن العدل. فاحنا بنطلب من ربنا ان ربنا يوفقه في طريقه وينصره في طريق الخير للعالم كله. حلة وشرف الغربية نكون منها مستشار نكون فيها وزير عدل من بيتنا مش احمد الزند. طب هو بيجيكم هنا كل فتره ولا على طول؟ كل المناسبات بيبقى موجود هنا الافراح الاحزان كله موجود يعني ما بيسيبش المناسبه اللي بيكون موجود فيه. طب هو المفروض كنا في الجلاليه ولا اكيد زي ما احنا قاعدين كده معاك كده عارف الصغير والكبير وكل القريه بتجيله يعني ما بيتش حد. عايز المستشار احمد الزند ممكن نشوف ابن عامل النظافه في السلك القضائي ان شاء الله نشوف ان شاء الله. ايه المطلوب؟ المطلوب استشارات الدولة بس تتغير عشان نشوف نعمل نظافة في النيابة. دي استشارات دولة قوانين لازم الدولة والدولة اتغيرت عشان كل واحدة الحاج عطية الزند الحاج عبد الحليم الزند اخوه الكبير كان شيخ البلد الحاج عطية الزند اخوه اللي وراه رئيس الجمعية الزراعية. ابن عمه الحاج وهاب الزند كان عمدة البلد كان شيخ بلد ومسك العمودية. شايف انا شالوا الغلط يعني في امل احنا ممكن نلاقي وكيل نيابه بعد كده في الدربده اي ما هو المانع لو القانون يسمح مفيش مشكله مفيش مشكله نتعشم يعني احنا نتعشم ونتمنى كده يعني ان في يعني نشوف الظروف لمستوى يعني ارقى من كده.